السلام عليكم، عدنا للعبة هيرث ستون، واليوم بحلقة يعني عم نشرح فيها شو ممكن يصير أو شو هي الأشياء اللي بتصير معك عند نهاية موسم أو كل موسم من لعبة هيرث ستون. لأنه بتعرفوا يعني أول اللي ما بيعرف هيرث ستون فيها مواسم، يعني هو بالنسبة لنمط الرانكت بهاللعبة بنهاية كل موسم على الأغلب لغاية اليوم، يعني كل موسم عم بيكون مدته شهر، بس ممكن بعدين يغيروه ما بنعرف حسب إمتى أنت عم تشوف المقطع وحسب إذا غيروا شيء بأي خطة عندهم. يعني ممكن يصير بدل الشهر شهرين إلى آخره، ما بنعرف. المهم بالنسبة لهلا مسمين المواسم بأسماء الأشهر، مثل ماي سيزن يعني موسم أيار مثلا، مع الرقم العام يعني أي سنة 2014 لحنا هلا مثلا. طبعا الشيء اللي بيصير إنه كل موسم ممكن يكون له جوائز معينة أو جائزة معينة، و يعني مش بيقول لك اذا انت بتاخذ الجائزة ولا لا، وبنفس الوقت بيقول لك الرانك تبعك انت اللي اخذته، وهلا حنشوف شو بيعطوك. بس اللي بدنا ناكد عليه او نذكر عليه انه بغير هيك نحن بهذا المقطع مو بس حنفرجي شو حاب يصير، حنعلم للي ما بيعرف شلون تستعمل الجائزة تبعك اذا كان في عندك جائزة، وهلا حنشوف. اذا اول ما تفوت على الاكونت تبعك، هي لمرة واحدة بتطلع فقط، مشان هيك انا موقف هلا كل شيء، عم بستنى لسجل المقطع واشرح هاي الشيء اللي قدامي، رغم انه في عندي الاضاءة ما لها شغالة هلا بهال المقطع هذا، بس لا بتطلع حالي يلا سجل لانه ما فيني خلاص. اذا سكرت اللعبة راحت. اول ما تفوت على اكونتك بيقول لك انت مبروك، اي رانك وصلت له، اعلى رانك وصلت له وضليت عليه يعني بنهاية الموسم. انا وصلت للرانك 4 بهارث ستون، هذا اعلى اصلا، هذا اعلى موسم لهلا وصل له انا بشكل عام. بيعطوك اي انت اي رانك مع صورته، وبيقولوا لك انت هذا اسمه ماونتن جاينت رانك 4. اذا انا بماي سيزون 2014 رانك 4. نيكست، شو الشيء الثاني؟ الشيء الثاني انه اعطوني جائزة الماي سيزون اللي هي والله كرت ما ابو شيء. هذا بسموه كارت باك او خلفية كروت. طبعا بنشوف نحن دائما باللعبة اول ما وقت نلعب شلون الكروت بيكونوا على جنب محطوطين، كيف كروت الخصم مسكرين قدامك، هذا هي اسمها خلفية الكروت. هي هلا صار عندي انا ميزة اني استعمل هالكروت، وحنتعلم كيف بعد شوي. بعدين هون في شغلة، هي سؤال سألت عليه انه انت يعني هي الفكرة شلون، وقت انت تخلص مثلا بالرانك، مثل ما انا خلصت بالرانك 4، وقت يبلش سيزن جديد، هلا بدي يفوت بالسيزن الجديد، ما بيرجعوني رانك 4 مثل ما انا. هذا واحد. اثنين، ما حيرجعوني للصفر اللي هو لنقول رانك 25، يعني هو اقل رانك باللعبة. لا بيرجعوك رانك 4 ولا رانك 25، بل بيعطوك نجوم بنسبة بطريقة حسابية ما بعرفها بالضبط شو هي، يعني يمكن ربع النجوم اللي عندك تقريبا او هيك شيء، خمس او ربع. انا اعطوني هلا 21 نجمه. هلا هال 21 نجمه حنشوف اي رانك بتعطيني بهذا السيزون، من اي رانك انا حبلش. حنحط نيكست. انا حبلش السيزون فورا من الرانك 17. يعني هاي هي نظام السيستم تبع اللعبه، اذا كنت ناهي برانك 4 مثلا بترجع لهون برانك 17. هذا مثال صغير، يمكن بقى واحد رانك 2 بيرجع رانك 12 او 14 او 15، هي ما لها الا طريقه حساب، بس انا عم بعطيكم مثال انه لا بترجع من الصفر ولا بترجع محل ما كنت، بل بمكان بينهما الى جهه الاصعب الاقل. يعني هيك المثال قدامي You actually manifest that as something. It doesn't matter. And it's one of the weird things that it took me a while to learn about. هاي اشتغلت هذا صوت احد لاعبين معلقين ليج اوف ليجند ببطوله، يبدو ان البطوله هلا اشتغلت. هي هلا البطوله بدي اخلص التصوير وبدي اشاهدها. طيب هلا هون الشغله اللي بتكون نقول عليها انه انت وقت تحط على زر الاسكيب في عندك زر الاوبشن. طبعا زر الاوبشن بتشوف كل الشغلات اللي عندك اياها، هي محطوطة تحت 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 في شغلة اسمها تشوز يور كارد باك. هلا لاحظوا انا هذا الكرت اللي خلفيته حمراء هذا اخذته من جائزة الموسم اللي قبل هذا الموسم. هذا الموسم انا هاي جائزته بعمل هيك
بهاد الأسهم وفي تحت أسهم، هي النظامية العادية، هي الأحمر، هي الأخضر. إذا أنا جائزته هذا الموسم الكرت الأخضر، إذا عملت هيك فقط وضغطت على زر الإسكيب أو حتى كبست هون بالماوس بشكل عادي، خلاص أنا تفعل عندي الكرت الأخضر. وقت يتفعل عندي الكرت الأخضر، هذا يعني إنه هلأ إذا فوت أي مباراة، المفروض إنه إن شاء الله يعني تدخل المباراة تشوف خلفية الكروت. خلينا نقول يعني بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، هي قصيرة ما فيها شيء، فقط بس ححط أي كلام بس لنشوف خلفية الكروت وبعدين نخلص المقطع نخلصه من هلأ. يعني بتمنى تكونوا استفدتوا من هالشغلة، بعد شيء نحن بنعمل المقاطع للمبتدئين جدا باللعبة مشان يستفيدوا، وبنفس الوقت يعني ليشوفوا اللي ما حققوا الكرت. بعتقد شرط أنك تاخد هذا الكرت الأخضر هو انك توصل لرانك احسن 20 او احسن، يعني 20 16 18 17 الى اخره. انا ما عم بلعب هلا، بس عم بحط اي شيء بس لفرجيكم باخر شيء قبل ما اخلص شكل الكروت. ليكو على يمين الشاشه شايفينهم، هدول هن الكروت. وحجرب هلا اعمل او حتشوفوا هلا شو حينسحب كارت. يلا شوفوا، شفتوا شلون فتلته من هون؟ طبعا لو خصمك عنده منه نفس الكروت بصير هون ما عنده نفس اللون، وبصير بتشوف خلفيتهم بشكل واضح من هون. و بس هذا كل شيء. اعمل هيك بين وبين، خلاص هي اصحاب كرت خلص. اذا هذا كان كل شيء اليوم. بشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناه، لايك سبسكرايب اللي هي اشتراك كمان، شير فيفوريت، تحولوا روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس انستغرام تويتش تي في. كان معكم عمر اول جنجن 1، ومع السلامه.